كنتواجدوا بهذا الورش الكبير جدا اللي كيجي في اطار النموذج التنموي للاقاليم الجنوبيه اللي عطى سيدنا الانطلاقه ديالو في نوفمبر 2015، اللي كيتكون هذا الورش هذا من طريق سريع وتهيئه الطريق الوطنيه. اذا المشروع بصفه اجماليه الطول ديالو كيفوق 1055 كيلومتر، كيتكون من جوج المحاور اساسيه كبرى، الطريق السريع ديال تيزنيت من تيزنيت حتى العيون، وتهي الطريق الوطني رقم 1 التوسيع والتقويه رقم 1 من العيون حتى للداخله. هذا المشروع التكلفه ديالو الاجماليه 10 مليار ديال الدرهم. اهداف استراتيجيه كبرى منها الربط ديال الجهات الجنوبيه بشمال المملكه، وكذلك الربط بالمملكه بالعمق ديالها الافريقي، وكذلك يعني غيكون عنده واحد الواقع سوسيو اقتصادي كبير جدا، لا على المقاولات اللي كتشتغل لا محليه ولا وطنيه، ولا على اليد العامله، ولا على عده المكاتب والمختبرات اللي كيشتغلوا اللي كتفوق تقريبا واحد 25 ديال 15 مكتب ديال دراسات ومكاتب دراسات طوبوغرافيه الى اخره. اذا وقع سوسيو اقتصادي كبير جدا، وغادي من بعد غادي تكون عنده واحد اكثر من 2.5 ديال يوم عمل، مليون يوم عمل ديال الاشتغال اللي غادي ينتج عن هذا المشروع الكبير جدا. حنا دابا كنتواجدوا في اخر نقطه من الطريق السريع ديال تيزنيت العيون، وهذا منشاه فنيه كبرى اللي غتكون على واد الساقيه الحمراء، لان غيكونوا جوج على واد الساقيه الحمراء، كاين هذا المشاه اللي حنا فيها، وكاين الطريق المداري اللي غيكون واحد الروكور بالنسبه غتكون اكبر قنطره على صعيد الوطني اللي لم يكن على صعيد الافريقي، بالطول ديالها وبالتكلفه ديالها وبالتقنيه اللي غادي نشتغلوا بها، لان تقنيه حديثه جدا. هذه اللي كنتواجدوا فيها هي قنطره على واد الساقيه الحمراء. الاشغال كما كتشوفوا مستمره، الاساسات تقريبا حنا تقريبا يتسالوا، التكلفه ديالها 100 مليون ديال الدرهم. الاشغال تجاوزت دابا 53%. هاد القنطره الطول ديالها 600 متر كما كتشوفوا، فيها 16 ديال 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 ديال, ديال المقاطع، والحمد لله الاشغال مستمره كما قلت قبيله رغم الاكراهات الحمد لله، والجميع ان شاء الله متجند باش نكونوا في الموعد ديال هذا المشروع. قبل نهايه هذه السنه ان شاء الله ما يقرب من 428 كيلومتر ديال الطريق السريع غتكون منتهيه الاشغال بحول الله، وكذلك غتكون منتهيه الاشغال بين الداخله والعيون، والقناطر واحد العدد القناطر يمكن لي نقول تقريبا جلها غادي تنتهي في قبل نهايه هذه السنه، ما عدا الطريق المداري، وبعد التاخير يمكن شهر الى شهرين في بعض القناطر الكبرى مثل قنطره اللي غتكون على واد الشبيكه وواد ام فاطمه اللي هي قناطر يعني المده ديالها يمكن تجاوز شويه نهايه سنه 2021 بحول الله.